عنه آلاف الكيلومترات. دافع إنساني، نقدم خدمة إنسانية، فطبعا الإنسانية هي أولا يعني حقيقة. أنت تؤمن بهدف معين، وإذا أمنت في هذا الهدف كم تستطيع أن تضحي من أجل هذا الهدف؟ The feeling that you can do something for the humanity, even if it is something so minimal, so small, makes you feel better. المهنة الطب لا شك أنها مهنة إنسانية، وبصورة عامة إذا كان الإنسان يعني في رأيي يعني ما عنده اللمسة العاطفية أو اللمسة الإنسانية يمكن لا يصلح أن يكون طبيب يعني. It's you feel satisfied that you have done something, you know, even though sometimes you see the result is not so good, you still feel like, well, you know, at least you have done something. يكفي الإنسان أن يدعو له إنسان مضطر محتاج، قد ترفع عنه كربة من كرب الدنيا وكرب الآخرة في علم الله. لكن مثل هذه النشاطات بحاجة إلى دعم متواصل حتى تؤدي وظيفتها في إنقاذ حياة الآخرين، وهو دعم مطلوب من جميع الأوساط، من يملك المال ومن يملك الجهد. رأيي يعني أهم مصدر من المصادر اللي يمكن يجي منه الدعم لمعظم أو يعني هذه الأشياء اللي فيها عمل خير اللي هو الزكاة. والزكاة يعني لحد كبير يعني التكافل الاجتماعي، يعني ربنا سبحانه وتعالى كتبه على المسلمين لأجل يعني معاونة الفقير، معاونة المريض، معاونة المحتاج بصورة عامة. يعني دعم هذه الجهود يعني واجب، حقيقة واجب إنساني على الحكومات، على المحسنين، على التجار، على الشركات، على جميع من يستطيع، وخاصة برضه الأطباء ذوي الاختصاصات، الأطباء والطبيبات لابد أن يساهموا في هذا المجال حتى يقدموا خدمة. لا يطلب الإنسان مثاليات كاملة أنك ستنشئ مستشفى. الإنسان ممكن يجهز غرفة عمليات لا تتجاوز 70 إلى 80 ألف ريال سعودي. هذه ستخدم آلاف، صدق جاري، ستخدم آلاف المرضى. يعني لا يركز الإنسان أن يطلب مثاليات أما كل شيء أو ما في شيء، ما لا يدرك كله لا يترك جله. مثل هذا الشعور الغامر بالسعادة بعد عطاء إنساني كبير يتمنى كل من يحس به أن يصل إليه جميع الناس، وأن يسود العطاء والتضحية بين بني البشر كلهم. الشعور اللي ينتاب الإنسان والنشوة اللي تنتاب الإنسان عندما يرى هذه الناس المحتاجة استفادت من هذا العمل بشكل ملحوظ، اللي هو أصلاً استفادوا بصحتهم، خصوصاً إذا كان طفل ولا شاب، واستفاد ورجع لحياته الطبيعية، شعور لا يوصف. فسعادتي هي في أني يوم أني أشوف المريض لما خرج من العملية وصحي بكامل صحته، أكون أسعد إنسان في الدنيا. I come from the background where we share everything, where we share our emotions, happiness and money. So that drives me to come here and help the people, and that gives me a great pleasure to do something for the other, to share my money, my emotions, that will make me more the happiest person. هو الشعور مش دائما الواحد بيقدر يوصفه، هو إحساس إنه أنت لما تأخذي في شعور حلو، ولكن لما تعطي في شعور أحلى. There's the happiness you get from giving and doing things for other people. Do you look at the people you've helped? Most of them probably would have died in the next 2 years or something. You see them walking around and the smiles are beaming. How do you put a value on how that makes you feel? So for me, that's happiness. I keep teaching my children that, you know, to be happy in life, you have to give. If you don't give, doesn't matter how much you got, it's not going to satisfy you. The feeling of life is when you are able to give. And there are many ways of giving. There are many ways. I have chosen this way. This way. I think helping, putting what I know, doing my very best, once, twice a year, made me feel well. كان شعور مختلف تماما. شعور جميل. شعور إنك بتحس إنك بتساعد إنسان لدرجة إنك ممكن تنقذ حياة إنسان. بتصور إنه أحلى من الشعور إنك أنت لما تجني. التعب اللي تتعبه ماديا. ولذلك يوجهون نداء ومن خلال التجربة
إلى كل إنسان لكي يشارك في التطوع لأعمال الخير، وبخاصة في ميدان إنقاذ الأرواح البشرية. If somebody is in a teaching profession, in a medical profession, in an engineering profession, an architect, he certainly can go in these countries to help them. They can share their experience, their knowledge, and train them so they can stand on their own feet and they won't look outside world to have some help. Eventually, they have to take care of themselves. النواحي الطبية هي مجال واسع لكسب الأجر، مساعدة الناس، والبذل فيها يعني أراه من أحسن الأعمال وأطيب الأعمال. أنت أردت تعمل خير، يعني الطرق كثيرة، تبرعك إلى هذه الجمعيات أو حيكون دافع لنا حتى إحنا أننا نعمل، بدل ما نعمل 3 أو 4 رحلات في السنة ممكن نعمل 6 رحلات. يعني في عالم اليوم ملايين الناس ممن اقتنعوا بأهمية الطب الخيري ودوره الكبير ليس في إنقاذ المرضى غير القادرين فحسب، بل في تقديم جميع أشكال المساندة الطبية في حالات الكوارث في أي مكان في العالم. والطب الخيري واحد من أهم أبواب العمل الخيري التي تضاف، بل قد تتجاوز أبواب الخير التقليدية مثل بناء المساجد ورعاية الأيتام، لأن فيه إنقاذاً لحياة إنسان ربما يتهدده الموت. وهل هناك ما هو أفضل من إنقاذ الحياة؟ عندما تمسح دمعة المريض المكلوم الحزين وتجد أنه الله عز وجل يرسل الشفاء في هذا لهذه النفس البريئة، قمة السعادة ما أحد يعرفها إلا اللي يجربها، أحلى بكثير وأغلى بكثير من كنوز الدنيا وملايين الدنيا. 8 أيام أمضيتها مع هذا الفريق وهو يقدم خلاصة خبرته في إنقاذ حياة الناس، تجربة أشعرتني بالتواضع أمام جهوده الكبيرة وغيرت نظرتي إلى دور الطب في العمل الخيري، وهو دور يتجاوز بكثير أشكال التطوع الأخرى لأنه يرتبط بصحة الإنسان وحياته. وهذا أعظم أشكال العطاء، لأنه يحقق سعادة المعطي وينقذ حياة الآخرين. إذا ما عرف الشخص وتيقن أنه هنالك في بنك آخر تقدم له، الذين يؤمنون بالغيب، في هنالك يوم تقابل رب العالمين فتسجل، هذا كله تسجل، هذا كله رصيد. أيها المشاهد، أينما كنت ومن تكون، شارك إما بالدعاء وإما بالذهاب وإما بالمال وإما بالسؤال والاستعلام عن أحوال مرضاك، ليس فقط في بلدك وإنما عبر القارات. أنا عاوزاكم تطلبوني مع ربنا إن يشفيني لي ماما وبابا ويجيلهم ربنا يحفظهم.